خلونا نروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف ان مراسلتنا هنا ابو القاسم اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي كمان والفرق عندنا المختلفه. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي، وتفضلي اكيد سامعينك انا وكريم وساده دلوقتي المشاهدين اللي بيتابعونا، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. قبل ما نبدا بقى اخبارنا النهارده، طبعا حابه اضم صوتي لصوتكم واهنئ منتخبنا الاولمبي بعد حسم تاهله للاولمبيكس 2024، وكمان طبعا تاهله لنهائي كاس الامم الافريقيه. يعني الحقيقه عملوا بطوله كبيره جدا، اكيد ربنا يكملها لهم على خير، ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا يوم السبت القادم على المغرب وكمان يتوجوا بالبطوله. وكمان الحقيقه لازم نشيد باداء لاعبنا، لاعب النادي الاهلي او حارس مرمى النادي الاهلي حمزه علاء، عمل بطوله كبيره جدا الحقيقه برده، وقدر امبارح كمان يحرز على افضل لاعب في المباراه، فطبعا بنبارك له اكيد وبنبارك لمنتخبنا الوطني وان شاء الله بقى تكمل على خير. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده ونبدا طبعا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيكون عنده مباراه امام فريق الاسماعيلي، ده طبعا ضمن منافسات الجوله ال 18، هي مباراه مؤجله من الجوله ال 18 من بطوله الدوري. المباراه هتكون على استاد برج العرب. خليني بقى اكلمكم اكتر عن استعدادات الفريق للمباراه، يعني يمكن ما كانش فيه وقت كبير اكيد للاستعداد. الفريق خاض مران يوم الاثنين، كان مران استشفائي، وامبارح بقى كان عنده المران الختامي قبل مباراه النهارده. المران كان الساعه 5 مساء. كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده. يعني اللاعبين خاضوا الحقيقه تدريبات متنوعه سواء بدنيه او فنيه، واختتم بقى المران مستر مارسيل كولر بتقسيمه قويه لجميع لاعبين الفريق استعدادا لمباراه النهارده. بعد المران مباشره غادر الفريق للاسكندريه ودخل في معسكر مغلق هناك طبعا استعدادا لمباراه النهارده. كان بقى يا نهواندو ويا كريم، خليني اقول لكم انه الفريق هيستمر في الاسكندريه بعد مباراه النهارده عشان يستعد لمباراه الاتحاد السكندري اللي ايضا هتقام في الاسكندريه يوم السبت القادم. طبعا زي ما احنا عارفين مفيش وقت كبير بين المباريات واللعيبه اكيد في حاله اجهاد، فده طبعا هيساعدهم وهيسهل عليهم لما يفضلوا في الاسكندريه، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى حابين نفكر طبعا كل جماهير النادي الاهلي ان الاداره موفره اتوبيسات مجانيه لكل الجماهير من القاهره للاسكندريه. التجمع هيكون الساعه 12 امام فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وتحرك الاتوبيسات هتكون الساعه 1 الظهر. كل بس اللي على الجماهير ان هم يتاكدوا ان هم معاهم الفان اي دي وكمان تذكره مباراه النهارده. يعني اكيد الحقيقه خدمه جيده جدا من اداره النادي الاهلي عشان بقى الجماهير تؤازر الفريق في مباراه النهارده. طبعا بنتمنى للاعبينا كل التوفيق. كمان بقى استكمالا الحديث عن كره القدم، طبعا بنفكر مشاهدينا انه اختبارات ناشئين كره القدم لسه مستمره في محافظه الشرقيه، يعني لليوم الثاني على التوالي بمقر الاكاديميه بمركز شباب ابو كبير. زي ما احنا عارفين انه امبارح بدات الاختبارات في الشرقيه، كانت من مواليد 2013 حتى مواليد 2018. النهارده بقى اليوم الثاني للاختبارات، ومن مواليد 2007 حتى مواليد 2012. وكمان المحطه الثانيه هتكون في السويس، هتكون بنادي النصر للبترول مقر الاكاديميه بالسويس، وايضا هتكون متقسمه على يومين، يوم 7 و8 يوليو. يعني اكيد فرصه كبيره جدا لكل الموهوبين سواء بمحافظه الشرقيه او محافظه السويس، بنتمنى لهم كل التوفيق. دي اخبار كره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، وزي ما احنا عارفين انه اكيد كل الفرق الرياضيه دلوقتي اوف سيزون، خلاص خلصوا الموسم بتاعهم، لكن معظم لاعبي النادي الاهلي منضمين للمنتخبات. والنهارده بقى اخبارنا متعلقه بمنتخب السيدات لكره السله، واللي قدر يحقق فوز امبارح على فريق المغرب في البطوله العربيه، قدر يحسم المباراه لصالحه بنتيجه 81-59، حيث هم عملوا مباراه كبيره جدا اكيد، وتالقت بقى لاعيبه النادي الاهلي اللاعبه ميرال اشرف عشان تحصل على افضل لاعبه. يعني الحقيقه عملت 23 نقطه، 7 ريباوند واسيست واحد، عملت مباراه كبيره جدا وقدرت طبعا تحصل على افضل لاعبه. يعني خليني افكر حضراتكم ايضا ان البطوله بدات يوم 3 وهتستمر حتى 10 يوليو الجاري، والبطوله مقامه هنا في مصر، وبتتزين بقى قائمه منتخبنا الوطني بسداسي النادي الاهلي، اللاعبه سوريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، ميرال اشرف، حبيبه محمد،
ويارا اسامه، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، واللي منتخبنا الوطني اكيد وان شاء الله بقى يتوج بالبطوله العربيه. اخيرا بقى معانا خبر متعلق باللاعبه ونجمتنا العالميه هنا جودة، واللي بتقفز نحو القمه ووصلت للتصنيف العالمي في المركز ال 32 على العالم فئه السيدات. الحقيقه ان هي لسه ما كملتش 15 سنه، ودايما الحقيقه يعني وصلت ان هي تبقى ال 32 اكيد دي حاجه كبيره جدا، واكيد الكل بيتنبأ لها بمستقبل مشرق. يعني كلنا فخورين بيكي اكيد يا هنا، وان شاء الله بنتمنى لك مزيد من التألق والتقدم. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه وكمان الفريق الاول لكره القدم. كمان بقى انا هواندو يا كريم ننقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 28، الاعضاء بالفعل متواجدين، وكمان الحقيقه في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي، لان زي ما احنا عارفين خلاص المدارس والجامعات بدات خلاص اجازه الصيف، فده طبعا بيخلي في سيوله مروريه جيده، يعني كل الاعضاء تقدروا بقى تيجوا تستمتعوا باليوم النهارده. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه كالعاده يا هنا، بنشكرك عليها جدا، شكرا ليكي زميلتنا العزيزه.